المدنيون في تعز نالوا نصيبهم من الألم بطرق مختلفة، جرائم لا يجرؤ أحد على ارتكابها سوى ميليشيا الحوثي، حصار خانق منذ 7 أعوام يفتك بهم، وضاعف من معاناتهم في مواجهة أحزانهم وظروف الحياة المختلفة. قناصة وقذائف الميليشيا وألغامها لم تستثني أحد، وجميعها كانت وما زالت أدوات لصناعة الموت، وخلفت على مدى الأعوام 7 الماضية قرابة 3000 شهيد في تعز بحسب مكتب حقوق الإنسان في المحافظة. في العام 2016 تسبب حصار الميليشيا المطبق على المدنيين في تدهور الوضع المعيشي داخل مدينة تعز، وغيب أبسط الخدمات عنهم من ضمنها مياه الشرب التي خسر بعض الناس أرواحهم في سبيل الحصول عليها. يعني أيام لا يحسد لها، يعني حصار من حتى الماء، الماء كان الحوثي بالنقاط حق هذه المعبر كان يقول بول ما بين الماء، وانتم دارين كل الناس دارين كان يقول بول، ممنوع العلاج الدواء، ممنوع الخضروات، ممنوع الفواكه، ممنوع حتى الثلج منعوا علينا. جلسنا من 2015 إلى 2018 لما تم تحريرها لبرباشا، وعانينا كثير والحمد لله ربي فرقه وما زلنا محاصرين لحد الآن. بينما احنا نقول الساعة 5 وقعت اول هاون وفي اطفال ورجال اقل وقت، لانه كان هذيك الايام ازمه ماء ولا نطفه، وكانت تعز محاصر من جميع الجهات. فجاء اول ما قال وقت خرجوا اصحاب الحاره كلهم يعبوا، فبينما هم يعبوا اذا الهاون ضربت الاولى فوق الاطفال، فقرينا نسعف الهاون الثاني فوق البيت، هذه البيضه اللي فوقنا اتخبينا، لقينا شوف في جهال مباطيح بينها نداء أحمد علي ورهف أحمد علي ومحمد فؤاد الأثوري، شضية بالواق والباقي كلهم شضايا. أغلقت الميليشيا حينها كل منافذ المدينة ومنعت دخول أبسط متطلبات الحياة اليومية على أكثر من 2 مليون نسمة داخل أحياء المدينة، من ضمنها مياه الشرب التي راح ضحية البحث عنها في حي الجمهوري 2 مدنيين، وأصيب 5 آخرون من بينهم الطفلتان رهف وندى علي الريمي. بعد ذلك الوقت كنت أنا وأختي خارجين عبيه ماء، لأنه ما كانش يوجد معانا ماء، وكان البوابير طبعا ما يقوش بكثرة. هذيك اليوم خرجنا بعد وصول قذائف للحارة، تعورت أختي وبيروح أسعفه، هو أخي واني تعورته، دخلت لي دكان ما حد درالي، ودوخته هناك ما حد درالي، رجع واحد كان معي ابن قال كذا بعمري، خرج كلم عمه، عمه رجع أقلع عندي عمه افتقع لعي يجي يتحملني وقع بأي شيء. بعدين خرج عمه قالي واحد ثاني شلاني وبن فوق مطر وجزع. في 4 عصرا وتحديدا في الشارع العام لحي الحداد، حيث يجتمع أبناء الحي لتعبئة مياه الشرب من إحدى ناقلات المياه التي كانت توزع المياه للسكان في مختلف الأحياء، سقطت 10 القذائف واحدة تلو الأخرى، أرعبت السكان ولم تترك لهم مجالا لالتقاط أنفاسهم وإسعاف الضحايا. نجيب وطلال الله يرحمهم خرجوا بيسعفوا،
مع الأطفال. إحنا طبعاً قد إحنا خائفين. يا نجيب يا طلال قالوا نحنا بنخرج سكتة بندخل بالحارات بالأزغاط كذا بنشوف لو في ناس لو في كذا نخرج نسيفهم بحكم إنه كان طلال ماسك معه الباص حق شركة اللوزي قال بيعمل أجر بيخرج هو نجيب خرج معه نجيب بيخرجوا يسعفوا إيش يخرجوا يسعفوا الناس كانوا لما ما تحصلش واحد ماشي بالشارع هذيك اليوم من كثرة القذائف ما تحصلش يا الله اللي قدوا تشلقوها لو روح البيت أصر طلال ونقيب إلا أنهم يخرجوا يتساعدوا مع الناس يسعفوا بحكم أنه مع باص سقطت القذيفة الأولى وأصابت الطفلتان رهف وندى علي الريمي والطفل فيصل محمد وظلوا لأكثر من ساعة على الأرض بعد أن عجز الأهالي عن إسعافهم. أنا كنت جالسة بدكة طبيعي بعدين وصلت القذيفة وصلت للشضية بعدين أنا ما تحركتش ما قمتش ما عرفتش ما حسيتش كده بالعوارة وبالدم ما يشفني إلا أخي وبعدين الناس تحاربوا كل واحد راح الضغط وزوع راح البيوت كان يعني مرة في ضقة هذيك اليوم بعدين أخي شافوني وسعفوني والناس في كثير كان في ناس كثير بعضهم ماتوا بعضهم تعوروا بعضهم كثير وقع حادثات منهم احنا جالسين خائفين نزلنا هنا البيت نزلنا الدور الارضي خائفين لانه الادوار العلويه هذه معرضه لاي ضربه قلنا بنتجمع العائله كامل وننزلهم تحت الدور الارضي امان عادوا قليل نشوف واحد من الحاره جاي يصيح يا فيصل يا طلال يا نبيل يا جمال يا فلان اخوانكم روح اسعفوهم احنا طبعا افتقعناش من القذائف من قلنا خلاص بنخرج يصيحوا الوالده كان اهلي الله يرحمه لا تخرجوش لا كذا لا تعملوش لا تسمعوا قلنا بنخرج نشوف العيال أخي الكبير اللي أكبر مننا بالسن طبعاً من الفقيعة لما نروح ومن الشارع جزع الحارة جزع قدام الشارع حق الحارة أخواني الاثنين مقلبين ما عرفهمش مش داري إنهم أخوانه والله مش داري دخل عندنا قال حصلتوا اثنين مقاتل بالاسمه مبلطحين قلقدهم خلاص مش داري انهم اخوانه مأساة اخرى بفعل قذيفة جديدة اودت بحياة من هرع لاسعاف الضحايا طلال وشقيقه نجيب باتوا ضحايا على الارض هم ايضا الى جانب من جاءوا لاسعافهم قدرة الله يعني من قدرة الله خرجوا الاثنين كل واحد دار من مكان على أساس يشوفوا اتجمعوا وقت ما يوصلوا الاثنين نقطة الوصول حقهم وقعت القذيفة بالوسط بين نجيب وطلال وقعوا الاثنين طريحين قدام الباص الباص طبعا قدوا من كثرة الشظايا منخول نخل الباص حقهم كل اللي كان داخل الباص اتلف واحترق مستلزمات الكمبيوترات كل شيء قال لنا خبر بعد ساعة ونص انه طلال مستشفى الروضة واحد من الجيران حقنا نزل لهنا
اتصل بأخي الكبير قال لي طلال كيفه طيب طلال شفته؟ قال الراس حقه راسه مشقوق رجله مبتور. قال لي خلاص أول ما سعفوه كان في بعده قليل نفس وصل للروع مع المواصلات الصعبة والتنقلات وصل فارق الحياة. الصدمة اللي كانت لنا جلست ساعتين أنا ما أنا مصدق إنه طلال ونقيب نم راحوا. زوجة طلال كانت عايشة معنا في البيت، أما نقيب زوجته بالقرية. زوجة طلال كان الاتصالات حقه وأنا أشتي أخبي ما رضيش أرد على الاتصالات، قلت خلاص باقي أكلمهم بالأمر الواقع. أجيت طبعا البيوت حقنا اللي تحت كلهم جالسين بالبيت اللي تحت، دخلت بيت طلال. طبعا مرأته سعى اللي هي شفتنا قدي منصدم، تقول لي طلال فيصل كيف رجعت فاضي؟ وين طلال؟ ايش اقول له؟ انا خلاص ما قدرش اقول له. تمسكنا بقوه كذا، فين طلال؟ طبعا اخواني قد جاءوا واجتمعوا عندهم هذا. واحد من اخواني كان عارف بس ما رضيش يقول لهم. قلت له اسمعي، انت تعرفي الله تؤمني بالله؟ قالت قل لي وين طلال. دول طلال استشهد، ما اقدرش اطول معاه ولا. طبعا البنت انهارة اغمي على هذيك الساعة، يمسكوها يقيمونا اغمي عليها والله لمدة يمكن ساعة مش قادرين يفيقونا يصحونا مش قادرين. في أسوأ فصول المعاناة التي عاشها أبناء الحي منذ بدء الحرب، كانت هذه الجريمة بمثابة ضربة موجعة أثقلت كاهلهم وأجبرت بعض السكان على النزوح من الحي. الأخ طلال والله إنه قبل ما يموت والله إنه متجمل منه جماله، إنه كانوا ما شاء الله معه دباب والله إنه خرج العيلة حقي للحبان. كنت متجمل منه وارتاحوا لخدم بالحارة ومعروف بالحارة محترم وبالناس طيب. أخوه لأنه بالبلاد ما كنت أعرفه هذا نجيب، أعرف أن هذا طلال طيب محترم وبالناس وخلوق وخدوم يخدم الناس. والله عادوا خدمنا قبل فترة أسبوع يعني كثلاثة، كان خرج للحبان خرج عائلتي للحبان. كنت متجمل منه وارتاحوا والله إنه زعلت لما سمعت خبر، لما سعفتوه وشفتوه مات والله اني زعلت عليه. يعني موقف الصدق حزين لما تشوف انسان يعني عزيز عليك يعني جارك واهل حارتك كذا بالموقف هذا، هاونات واشلاء ودماء، اكيد القلب يحزن وتحس بضيق وتزعل عليهم. حسنا بما سامع لم بين الله. وجدت الميليشيا في الحصار على المدنيين ورقة ضغط كبيرة لإخماد حالة رفضهم لها، ومع ذلك لم تولي أي اهتمام لحجم المأساة الإنسانية التي أحدثتها بحقهم حتى اليوم.
طبعا نجيب اخي الاكبر مني، كان الكبير، كان عامل بسيط مع اطفال كثير، بس كان يشقي عامل يعني بشغل نقالة، حداد، عامل اي حاجة علشان يكافح لقمة العيش. طلال اخي اصغر مني كان بسنوات، كان يشتغل مع شركة اللوزي. طبعا نجيب مع ثلاثة أولاد، الكبير منهم محمد عمره 17 سنة الآن، طلال البكر حقه، البنت مرام تزوجت الآن قبل سنة عمرها 18-19 سنة، باقي معه نور تدرس طبعا عمره 14 سنة، وغسان الأخير اللي الآن عمره 7-8 سنوات. حصار المدنيين ومنعهم من مزاولة حياتهم بشكلها الطبيعي جريمة إنسانية كبيرة، هكذا تصنفها كافة القوانين الدولية والإنسانية. ومع ذلك فالميليشيا لا تزال تفرض حصارا خانقا، ولم يتدخل أحد لرفع معاناة أبناء المدينة. لست وحدك من تعيش الألم، هكذا هو لسان حال كل واحد من أبناء مدينة تعز، فالقابعون هنا يعيشونه كل يوم، لكنهم مغيبون ومنسيون بفعل الحرب وحصار الميليشيا.